حضرتك تحدثت عن مشاريع عديدة، إذا هاي مركز المحافظة مجمل أو إحصائية، اي نعم، يعني ايش قد عدد المشاريع اللي تم انجازها خلال العام يعني وقيد العمل والتي ستتم المباشره بها يعني قبل نهايه عام 23؟ والله احنا حاليا ان شاء الله يعني بنتوقع ان شاء الله عندنا التسيئة الله يعني بحدود اكثر من 15 مشروع خلال هذا الصيف ان شاء الله انجزت، يعني اللي انجز واللي في مراحل انجاز ان شاء الله، يعني خلينا نقول يعني هذا واحد ان شاء الله قبل نهايه العام ان شاء الله احنا جاهزه. بس احب اوضح لك اكو يعني بعض الاشياء اللي تفيدنا، المشاريع اللي راح نقولها اللي هي عندك مثلا ناحيه الشافي ان شاء الله الموقع جهز ان شاء الله، واحنا في طور نقل المتنقلات الموقع 90 ميجا وات راح نوفرها الى ناحيه الشافي اللي هي تعرفين كناحيه اقرب محطات بعيده عنها يعني. صحيح. فاكيد هذا من يصير الخط بعيد عنه راح يتاثر بالمسافه ويتاثر بعوامل الهبوط الفولتيه وغيرها. هسه لا، احنا وصلنا في قلب الشافي، قلب المركز الاحمال اصلا نفكهم احماله حتى لا يكون اختناق به بداخله. فاحنا ان شاء الله يعني هذه 90 ميجا الى الشافي، عندك ان شاء الله عندنا سيبه ان شاء الله 25 ميجا راح نودي لها تحل عندنا مشاكلها بها. الفيحاء عندنا 45 ميجا ان شاء الله موجوده ان شاء الله ضمن الخطه مالتنا. يعني هذه كلها تتكامل وين احنا نشوف اكو مناطق تحتاج نسوي دراسه عليها. طبعا احنا دراسات مستمره بالحقيقه، مو هي احنا بلشنا، يمكن انت شفتي اذا نقارن البصره خصوصا الملاكات القياديه اللي كانت بالبصره موجوده على راسها كان الاستاذ زياد موجود. نعم. من 2016 او قبل 2016 طبعا بعد الازمه اللي هي صارت اذا تدين بال 2014 بعدين صارت اللي هي مال داعش وغيرها وقفت الامور. فخلينا نقول من 16 17 وراها خططنا كانت متوازيه دائما قراءه للواقع، قراءه واقع حال مباوعنا ونتقدم ونشوف السنه الجايه شنو حققنا وشنو نحتاج السنه اللي بعدها، شنو اللي انجز شنو اللي بعد يحتاج انجاز. احنا دائما نسمع انه يعني التوليد والانتاج جيد في محافظه البصره، لكن نعم. هناك قدم بالشبكات. نعم. ممكن اعرف اجابه تخصصيه عن هذا الموضوع؟ بالحقيقه يعني المشكله بالشبكات انه احنا انتاجنا جدا جيد، يعني احنا احكي لك اياها بصراحه احنا وصلنا يعني مراحل متقدمه بالانتاج الحمد لله والشكر. نعم. احنا عانينا من فترات يمكن تشوفوها جزء من هاي الفترات اللي هي موضوع الغاز، وطبعا لاحقا هم راح اقول لك على موضوع الغاز وتفاصيله ان شاء الله. وعانينا من مشاكل فنيه يمكن اذا موجوده تصير بالشبكه، ومو بس بشبكتنا بالبصره وانما بالشبكه المرتبطه بالبصره. طبعا احنا شبكه واحده العراق يبدا من شماله الى جنوبه احنا نسميها. طبعا خطط الوزارة حاليا، خطط الوزارة حاليا هي تقوية الربط الشبكي بين المحافظات وخصوصا بين خلينا نعتبرها مثلا الجنوب الفرات الوسط والشمال، هاي اللي هي اربع تقاسيم احنا نسميها اربع مجاميع. جزء من هذه المشاريع الحمد لله نجحنا بها حاليا ماشيين بها، جزء من المشاريع حاليا مراحل متقدمة ثانية، مشاريع ثانية لا ان شاء الله هسه بلش الموضوع بلش الشغل بها. هذه ست راح يعطيك اريحيه يعطيك مرونه تشغيليه للشبكه بشكل عام. نعم. ولشبكه البصره بشكل خاص. خلينا نحكي احنا نحكي العام والخاص. واحده من النجاحات اللي نجحنا بها ان شاء الله كان اللي هو خط اللي هو قرن رميل 400 كي بي اللي اعتقد كان في وقتها استاذ زياد والسيد المحافظ. نعم. تفضلتي هاي، هذا يعتبر نجاح كلش مهم اللي يعطى اريحيه واستقراريه الى مناطق القرنه والمدينه وشمال القرنه. نعم. يمكن سابقا تتذكرين الحد العام، يمكن الحد الصيف العام 2022 كانت هاي المناطق تعاني من تذبذب بالطاقه الكهربائيه، انفصالات عديده، هبوط بالفولتيه دائما يكون عندهم، من غير البرمجه كانت تطفى بشكل يعني مو مستقره الكهرباء. بعد ما نجحنا بهذا الخط ان شاء الله الحمد لله وضع المحافظة استقر، يعني وضع هذه المناطق اللي هي نحكي بها اللي هي من القرنة وشمالا وجنوبا باتجاه الهارفة. نعم. الوضع كله تغير، الوضع كله استقر الحمد لله والشكر. هذه واحدة. نحكي بمواضيع ثانية اللي هي اكو مشاريع هسه حاليا نسب انجازها متقدمة.
مثلا اللي هو خط مثلا هارفا قرنا هسه حاليا 400 نسب انجازه متقدمه تقريبا وصلنا 70-80% اذا مو اكثر هسه 80% قريب 90% خلينا نقول. هذا عندي خط 400 خطوط انجزت. خط ثاني اللي هو رميله خور دبل سيركت هذا 400 كي بي هم الحمد لله اسهم بشكل مباشر وكبير باستقرار المحافظه. محطه دخلت لنا اللي هي شط العرب 400 كانت هم لها دورها كلش كبير بالنسبه للقضاء شط العرب والتنومه والمناطق المحيطه بها. الخطط مستمره التطوير مستمر احنا لان احنا التوسع والزياده اللي مطلوبه من عندنا بالحقيقه يعني تسارعها كبير جدا يمكن حتى ما تقدر تقيسينه حتى بدول العالم. احنا كل دول العالم نيجي نباوع نحسب نسبه النمو السكاني او نسبه نمو الاحمال خلال 5 سنوات 5%. احنا هذا الموضوع ما موجود. يعني احنا مثلا المحطه من تنشئ جديده وتدخل بالعمل انت في سنه اقل السنه هي المحطه تكمل كل مغذياتها. يعني معناته انه احنا نمونا وتطورنا والاحمال اللي موجوده تحتاج اكثر واكثر من احنا. لذلك تشوفين سعي وزاره الكهرباء دائما بإعداد خطط مستمرة، سعي شركتنا طبعا دائما هم بإعداد خططها وبالتواصل المستمر مع وزارة الكهرباء في تطوير هذه الخطط وتحسينها وزيادة النوعية مالتها. احنا طبعا مهم جدا النوعية والكمية اللي نحتاجها خصوصا بمحافظة البصرة حتى نستوعب الزيادة اللي قاعد تصير مثلا خصوصا يمكن انت تشوفين بالفترة الأخيرة اللي هي الإفرازات الجديدة اللي تصير إفرازات عملاقة هاي راد لها جهد كبير جدا حتى نوصل. طبعا هو جهد لازم توافر جهود وليس جهد من جهة واحدة. توافر جهود اللي هي أبو النقل وأبو الإنتاج وأبو التوزيع والمحافظة حتى تغطين هاي الكم الهائل اللي صار من الإفرازات. وبالنهاية هو توافر جهود استحقاق مواطن استحقاق يعني احنا نريد نوصل استحقاق المواطن البصري نوصل لأبسط مستحقاته اللي هي الكهرباء إن شاء الله.